أحمد. أشكرك شكرا جزيلا عمر. حسام ذكرنا كالعادة بموضوعات الساعة الثانية من مصر الليلة، وأيضا ذكرنا بالتواصل معك كيف يكون. نعم أحمد. أهلا مشاهدينا، لمن يسأل عن كيفية المشاركة معنا في فقرة التواصل الاجتماعي، نذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر كتابة تعليق أو تغريدة مسبوقة بهاشتاج مصر أندرسكور الليلة. ونذكركم الآن بقضايانا في الساعة الثانية من مصر الليلة. قضيتنا الثالثة حول اقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وانتهاك حرمته. أما القضية الرابعة والأخيرة بعد تصريحات وزير البترول بأن احتفالات العيد هي السبب في عودة أزمة البنزين، فكيف ترى أسباب عودة الأزمة في محافظات الجمهورية؟ إذن هذه القضايا سنناقشها مع زميل أحمد طه ومع ضيوفنا، لذا لا تنسوا المشاركة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. إليك أحمد. شكرا جزيلا حسام. مشاهدينا، تحذيرات وتهديدات عديدة أصدرتها جهات وشخصيات إسلامية بعد المواجهات الدامية التي شهدتها باحة المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والتي اقتحمت المسجد وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي على المصلين المعتكفين بعد رفضهم إخلاء المسجد للمستوطنين الصهاينة الذين قدموا للصلاة في ساحته بمناسبة ما يعرف بعيد العرش اليهودي، حيث حذرت الرئاسة الفلسطينية من فتح أبواب خاصة لليهود لدخول الأقصى. وأكد مفتي القدس أن الكيان الصهيوني يحاول فرض واقع جديد في الأقصى، وطالبت الحكومة الأردنية بضغط دولي على إسرائيل لفك حصار الأقصى، فيما اكتفت الحكومة المصرية بشجب الممارسات الصهيونية. وقد طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتكوين حلف إسلامي عربي إنسانية من أجل فلسطين والأقصى، ودعا إلى تنظيم فعاليات لمساندة القضية الفلسطينية العادلة والقيام بهبة عالمية حرة يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري. والسؤال، لماذا تتكرر عمليات اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى دون حساب؟ وما هي أهداف الصهاينة من الاقتحام الأخير؟ وهل تنجح التحذيرات الشفهية في وقف محاولات أولى القبلتين؟ وهل تنجح الدعوة لتكوين حلف إسلامي لدعم القضية الفلسطينية؟ تلك هي ساحة المسجد الأقصى الشريف تحت الاحتلال، مواجهات عنيفة اندلعت الأربعاء بين المرابطين المدافعين عن المسجد وقطعان المستوطنين مدعومين بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين عاثوا في ساحة المسجد فسادا وتدميرا. المستوطنون المتطرفون اقتحموا باحات المسجد في القدس المحتلة بعد ساعات من شروع قوات الاحتلال في منع دخول المسلمين المسجد، لتمكين المستوطنين من دخول الباحات بذريعة مناسبة دينية يؤدون طقوسها داخل المسجد الذي يبدو أن إسرائيل تتجه لنزع صفته الإسلامية وجعله خالصا لليهود، بدعوى أنه بني في موقع الهيكل المزعوم في هذا المكان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر الحكومة الإسرائيلية من مخاطر تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتمرير الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي. إن هذه التصرفات الإسرائيلية تحاول أن تجعل الصراع هنا صراعا دينيا، وهي تعرف، نحن نعرف والعالم يعرف خطورة استعمال الدين في الصراعات السياسية. من جانبه، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان بعمليات الاقتحام المتكررة للمسجد الأقصى والتي ازدادت وتيرتها مؤخرا من قبل المتطرفين الصهاينة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي وصلت إلى المطالبة بفتح باب لليهود بالمسجد الأقصى الشريف. الاتحاد دعا أيضا جميع دول العالم والمنظمات الدولية للعمل على إيقاف هذا الإجرام الصهيوني ووقف حالة الصمت غير المبررة في الوقت الذي يقوم فيه العالم بتأسيس تحالفات ضد تنظيمات يرى أنها متشددة، مطالبا العالم الإسلامي والعربي والعالم الحر بتنظيم فعاليات عالمية مساندة للقضية الفلسطينية والقيام بهبة عالمية حرة ترفض الاعتداءات على المسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري. وطالب الخطباء أيضا بتركيز خطبهم على قضية فلسطين والمسجد الأقصى.
وفي مصر أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن شجب الدولة المصرية للممارسات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، مع السماح في الوقت ذاته للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام باحة الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة فضيلة الدكتور علي القراداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أرحب بك معنا فضيلة الشيخ. يا مرحبا، حياك الله. كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة النصرة بفلسطين المحتلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني. أهلا بك معنا فضيلة الشيخ. حياك الله. نعم، أبدأ بك سؤال محدد، ما الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى تحديدا؟ سؤالي لك شيخ رائد، تفضل. نعم، واضح أني الشيخ رائد. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أذكر أنني بالضبط قبل عام كنت ضيفا في برنامج بلا حدود حول وضع المسجد الأقصى المبارك، وفي حينه عرضت الخارطة الملونة والمفصلة الأخيرة التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي، والتي توضح أبعاد أطماعه اليوم وغدا وفي المستقبل في المسجد الأقصى المبارك. وطبعا شرحها يطول، ولكن في الملخص كنت قد حذرت وقلت إن الاحتلال الإسرائيلي يطمع أن يضع يده على كل المسجد الأقصى وأن يحوله إلى مقدس يهودي خالص إلا مبنى واحد، وهو ما نسميه الجامع القبلي الذي يقع في مقدمة المسجد الأقصى. هذا المبنى الوحيد وفق خرائط الاحتلال الإسرائيلي الباطل طبعا هو على استعداد أن يعترف به كمكان وحيد للمسلمين اسمه المسجد الأقصى. ما يجري الآن من اقتحامات متواصلة من قبل الجماعات الإسرائيلية الاحتلالية هو سعي نحو فرض أمر واقع تدريجي للوصول إلى تحقيق هذه الخارطة المعتمدة أخيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم، طيب شيخ رائد، سأعود إليك الحقيقة للحديث عن تفاصيل ما بدأت به، لكن فضيلة الدكتور، ما هو موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ فكرة تهويد المسجد الأقصى بشكل عام تحدث عنها فضيلة الشيخ، وما حدث من الأمس من اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وباحاته والاعتداء على بعض المصلين وإدخال عدد من اليهود لما يعرف عندهم بعيد الشكر أو عيد المظلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باعتباره يمثل علماء المسلمين تقريبا في العالم والمرجعية الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى لمعظم العلماء المهتمين بقضايا الأمة، حقيقة يرى أن الأمة الإسلامية ربما انشغلت بقضايا أخرى ولا سيما من خلال حكامها حتى وصلت الحالة إلى هذه التي نحن نشاهدها، بحيث يتجرأ اليهود ليست في تهويد القدس المدينة وإنما بتهويد حتى المسجد الأقصى كما قال فضيلة الشيخ رائد، وأنا أرحب به أجمل ترحيب، وهو فعلا شرفنا حتى في قطر واستمعنا إليه مباشرة وعطاني حتى شخصيا وأرسل إلينا الخريطة وكل شيء، ونحن بدورنا بالمناسبة نشرنا هذه الخريطة، والشيخ رائد هو رائد في الدفاع عن القدس وإن شاء الله سيكون موفقا. فهذه الخريطة التي أشار إليها والتي وصل وتجرأ اليهود إليها، أنا في اعتقادي
لا أحمل المسؤولية بصراحة لليهود الصهاينة فقط، هؤلاء هم مجرمون، هؤلاء لا يهمهم إلا تحقيق مآربهم، وإنما أحمل المسؤولية إلى أمتنا العربية والإسلامية. أمة العربية 300 مليون نسمة، والإسلامية 1.7 مليار نسمة، وبكل هذه الإمكانيات المتاحة، وحينئذ لا تستطيع أن تعمل شيئا، وعندنا لجنة القدس وعندنا كذا وكذا. فبالتالي حقيقة الاتحاد من خلال هذا البيان أراد أن يذكر الأمة ويحمل المسؤولين وأولي الأمر هذه المسؤولية العظمى لقضيتنا، هبة عالمية وشعبية بالطبع يوم 17 من أكتوبر الجاري. وحقيقة عفوا قدس ليست قضية عادية، هي قضية القبلة الأولى، مسا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلتنا الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سأحيان أقطعك في هذه النقطة لأني سأعود إليها لشيء من التفصيل فضيلة الشيخ، لكن ينضم إلينا عبر سكايب من الأراضي المحتلة محمد خيري، صحفي وشاهد عيان على اقتحام المسجد الأقصى، كان واحد من المعتصمين داخل المسجد. أرحب بك معنا سيد محمد، اروي لنا ما شاهدته. تحية لك بداية والشيخ الأكبر صلاح والشيخ علي داغي. يعني بالأمس كان حدث تاريخي، حدث خطب جلل عظيم، طبعا لأول مرة يحاصر المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك منذ احتلال المسجد الأقصى، لأول مرة يتم إخلاء المصلين بهذا الشكل الكلي من المسجد الأقصى المبارك لإفساح المجال أمام قطعان المستوطنين الإسرائيليين والمتدينين وغيرهم للدخول إلى ساحات الأقصى تحت الغطاء الأمني والعسكري الإسرائيلي. بالأمس كانت هناك أوامر، يعني شاهدت بالأمس وقبله، طبعا أنا رافقت المرابطين لمدة يومين في المسجد الأقصى المبارك، منعوا منذ صباح يوم الثلاثاء من دخول المسجد الأقصى، طبعا تم تحديد الجيل بداية، ثم منع دخول المصلين المسلمين بتاتا إلى المسجد الأقصى. كما يبدو هناك أوامر كانت تأتي من الداخل للشرطة الإسرائيلية، لقوات الأمن الإسرائيلية بدون أي مبرر كانت تهجم على المرابطين على أبواب الأقصى. ضرب عنيف كان استهداف منطقة الرأس والصدر بشكل عام. أنا أعتقد يعني ربما في أيام مقبلة قادمة قد يرتكب هذا الاحتلال حماقات أخرى ويقتل عدد من المتواجدين في الأقصى. طبعا هذا يعني تطور الحاصل على ما نشوفه من تصريحات القيادات الإسرائيلية مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي الذي قال إنه لا يعقل أن يبقى الأقصى قبضة المسلمين، ويجب أن يكون هناك أمر واقع يتيح تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين المصلين اليهود كيف ذلك محمد؟ يعني فكرة نسمع عن فكرة التقسيم المكاني والزمني للأقصى، هل لك أن توضح لنا هذا للسادة المشاهدين؟ نعم، يعني في بداية هناك الآن نعلم جميعا أن المؤسسة الإسرائيلية المؤسسة الصهيونية وكذلك الجماعة اليهودية تدعي الآن أن هناك منذ زمن بعيد حائط البراق الذي يدعون أنه حائط المبكى، هناك الآن مساعي إلى تحويل أجزاء من المسجد الأقصى المبارك إلى مصليات اليهود للمستوطنين الإسرائيليين وغيرهم من المتدينين. هنا نتحدث عن تقسيم مكاني بين المسلمين واليهود في المسجد الأقصى المبارك. فيما يتعلق بالتقسيم الزماني كما يبدو هناك مساعي جادة لإيجاد ساعات معينة يدخل فيها المستوطنين بدون مضايقة المستوطنين المسلمين بين قوسين إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. طبعا أنا الحادث المشهد الذي شاهدته يوم أمس وكأنني فهمته هناك محاولة حثيثة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لربط مشهد المسجد الأقصى المبارك في ذاكرة الشاب الفلسطيني بمشاهد العنف والإجرام والقتل والضرب. لكي يعزف هذا الشاب عن القدوم الى المسجد الاقصى مستقبلا، ربما هذا يتيح بسهوله تقسيم المسجد الاقصى لا سمح الله. طيب ابقى معي محمد، سأعود اليك مره اخرى، لكن شيخ رائد اسمح لي، على من يقع عاتق الدفاع عن المسجد الأقصى؟ يعني ولا اقصد هنا الدفاع المباشر، عن القضيه في حد ذاتها من وجهه نظرك. الدفاع الآني للحفاظ على المسجد الأقصى وإبطال
أي مشروع احتلالي إسرائيلي لتقسيمه زمانيا أو مكانيا هذا ما نجتهد أن نقوم به نحن في الداخل الفلسطيني 48 بالإضافة إلى جهود أهلنا أحرار وحرائر القدس جنبا إلى جنب. نحن اليوم نقوم بهذه المهمة، ولذلك أنا أؤكد سلفا أن الاحتلال الإسرائيلي الشرير نعم له أطماع بفرض تقسيم زماني ثم تقسيم مكاني ثم الوصول إلى بناء هيكل خرافي تحديدا على أنقاض قبة الصخرة التي تقع في قلب المسجد الأقصى، وهذا هو عبارة عن العمود الفقري للخارطة التي تحدثت عنها في بداية هذه الحلقة. ولكن أقول في المرحلة الراهنة نحن نجد أنفسنا رغم أننا نشعر أننا وحيدون نقوم بهذا الدور لإبطال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي، نعاني مما نعاني منه من جراح، من اعتقالات، من إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى، من تطريد، من تشريد، وكل ذلك بحمد الله رب العالمين نفرح له لأنه من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك. ولكن هذا ليس هو الدور المطلوب جذريا. الدور المطلوب جذريا هو وحدة موقف وكلمة وصف الأمة المسلمة والعالم العربي إلى جانب الشعب الفلسطيني للتعجيل بزوال الاحتلال الإسرائيلي، لأنه منبع كل الشر الذي يقع على المسجد الأقصى هو الاحتلال الإسرائيلي، ولن يزول هذا الشر إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتم ذلك بالجهود المحاصرة من فلسطينيي 48 وأهل القدس المبارك فقط، بل الأمر بحاجة إلى موقف أمة يجب أن تستحي من الله. ابقى معي فضيلة الشيخ رائد، سأعود إليك مرة أخرى في هذه اللحظات. لكن دكتور اسمح لي، قضية الأقصى والقدس ليست قضية سياسية، ففيها وجهات نظر، لكن البعض يتحدث على أنها قضية عقائدية دينية في المقام الأول، هل لك أن تفسر لنا ذلك؟ هي حقيقة قضية عقدية، لأن الله سبحانه وتعالى ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القادر على أن يسري به وأن يعرج به إلى السماء مباشرة من مكة، ولكن يأتي به بالله يا الله رب العالمين يأتي به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. هذا دليل على هذا الربط المحكم بين مسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأن أمنهما واحد، وأن ابتداء الإسلام من مكة ولكن انطلاق الإسلام ونشره يكون من خلال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى جعل مسؤولية الأرض وهي الأرض المباركة بنص القرآن الكريم من مسؤولية هذه الأمة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أي أرض فلسطين أو الأرض بصورة عامة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأمة الرحمة للعالمين وهو أمة الإسلام هي المسؤولة عن هذه البقعة المباركة وعن حمايتها، وأنها أرض لله سبحانه وتعالى أورثها لمن يستحقها من المؤمنين الصادقين. فلذلك أنا أقول لأخي فضيلة الشيخ رائد ليسوا هم وحيدين حقيقة، الأمة الإسلامية جمعاء، ربما ما عدا بعض المنشغلين بالسياسة ومع الأسف الشديد الشعوب الإسلامية علماء المسلمين قلوبهم وأموالهم وكل ما يمكن أن يصل. أنا شخصيا والله أتشرف بأن أفدي نفسي وروحي في سبيل القدس وأن أستشهد. هل تستشعر أن حدث تراجع على المستوى الشعبي في الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبالمقدسات بشكل خاص؟ هم حقيقة هذه سياسة اليهود وسياسة المشروع الصهيوني الأمريكي مع الأسف الشديد، وهو الوصول إلى إشغال المسلمين بقضاياهم الخاصة حتى لا تفكر الأمة في قضيتها الأولى. يعني مثلا كانت مصر على سبيل المثال كانت مشغولة بقضيتها كشعب، اليوم أشغل الشعب المصري رغم أنه ما يمكن للشعب المصري أن ينسى القدس، لكنه مهما كان
مضروب على رأسها كما يقولون بشكل غريب جدا. كذلك الشعب السوري كما والشعب العراقي، شوف كيف أحدثوا كما قال كيسنجر، نحن علينا أن نحدث الفوضى الخلاقة التي تخلق لهم فرص العمل وتخلق لهم السيطرة على العالم الإسلامي. ولذلك الله يعلم إحنا كنا لما انتصرت أو ثورة أو الربيع العربي، انتصر الربيع العربي، والله أنا شخصيا كنت أوصي أولادي بأن يشاركوا إن شاء الله في الجهاد المقدس، ولكن جاءني حقيقة أمل كبير بأنني أنا ألحق حينما جاءت الثورة، الله يعلم. لكن الآن جعلوا حولوا الربيع كما لا يخفى عليك مع الأسف الشديد، لكن إن شاء الله لن يستطيعوا، إلى خريف. فلذلك وكذلك في اليمن وفي كل مكان. يعني تقصد فضيلة الشيخ أن تراجع ثورات الربيع العربي أدت إلى تراجع، إلى تراجع بالاهتمام بالقضية الفلسطينية والانشغال بقضايا داخلية، وهي كلها جزء من قضية الشمولية، قضية هذه الأمة. لأنه مثل ما قال أخي الحبيب وكما يقول رب العالمين، يقول أنتم شرقي أردن وهم غربيها، مما يدل على أن أهل فلسطين مهما بلغوا لن يستطيعوا أن يقاوموا اليهود. لابد أن تكون الأمة تحيط بهم وهي التي تكون قادرة على النفاذ لهم. وحتى صلاح الدين جمع مصر وسوريا، يلا استطاع أن يطهر أرض فلسطين. طيب أعود لضيفي مرة أخرى محمد خيري، شاهد عيان على ما حدث بالأمس. محمد، تحدثت على أن هناك ما يعرف بالمرابطين داخل المسجد الأقصى، وهم خط الدفاع الأول ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد بعض اليهود. هل كنت يعني توضح لنا ما الدور الذي يقومون به؟ هؤلاء عدد من الشبان من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 وأبناء مدينة القدس المحتلة، الذين يرابطون في المسجد الأقصى المبارك حماية لهذا المسجد من الاقتحامات المتكررة للمتدينين اليهود. هؤلاء فعلا هم خط الدفاع الأول وتقريبا الوحيد في ظل انشغال الأمة العربية والإسلامية عن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. طبعا إبعاد القيادات للتشريق رائد صلاح وغيره من القيادات الفلسطينية عن محيط مدينة القدس. هؤلاء شبان الذين يقفون في صدور عارية أمام الجبروت الإسرائيلي، أمام الغطرسة الإسرائيلية والقوة غير المبررة للأمن الإسرائيلي. هؤلاء الذين اعتقل منهم 7 يوم أمس، وكذلك أصيب 20 آخرين طبعا إصابات خطيرة جدا، يعني زرت عدد منهم في المستشفى. كانت الإصابات كما قلت تتلخص في منطقة الرأس والصدر. كان هناك محاولات لردع الشباب هؤلاء المرابطين أو لضمان عدم عودتهم مرة أخرى إلى المسجد الأقصى. لكن مثلا حواراتي مع عدد منهم، الكثير منهم وكثير من المصابين بالإصابات مثلا الطفيفة والمتوسطة كان يذهب إلى العلاج ويرجع إلى الرباط مرة أخرى. نحن نتحدث عن شباب يحملون هم أمة بأكملها، لا يتنازلون عن حقهم. محمد، يعني تقبل الله منكم هذا الرباط في سبيل الله. أشكرك شكرا جزيلا محمد خيري، صحفي وشاهد عيان على اقتحام المسجد الأقصى، وكان أحد المعتصمين بداخله للدفاع عنه ضد اليهود والسلطات وسلطات الاحتلال. نذهب سريعا مشاهدينا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وزميلي حسام وأهم ما جاء لحسام في سياق هذه القضية. تفضل حسام. نعم أحمد، مش هتفرق كتير. عسكر مصر عملوا أكتر من كده في مساجدنا، انتهكوها وحرقوها وضربوا نار كمان على مأذنها. ده تعليق هاني عبد الدايم من فيسبوك، ومنه إلى مؤمن بيقول مسافة السكة اعمل نفسك ميت. وتعليق آخر من محمد بيقول هم طبعا مطمئنين إن المسلمين في غياب كامل عن الوعي فبيقتحموا المسجد براحتهم، وبعدين السيسي مديهم أصلا الأمان. ده محمد جمعة، ومنه إلى نسرين بتقول الفرق بين جيش 73 وجيش 2014 هو الفارق بين عبد العاطي صائد الدبابات وعبد العاطي صائد الفيروسات. وننتقل إلى تويتر، نبدأ بهاني بيقول حرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة المسجد الحرام، ومع ذلك سكتوا على سفك الدماء، فهل ينتظر منهم الكلام عند انتهاك المساجد؟ وتغريدة أخرى من عبير بتقول لو هناك دولة إسلامية يخشاها اليهود ما فعلوا ذلك. وتغريدة أخيرة من تسنيم بتقول معلش أصل العرب مشغولين بالحرب على الإسلام، قصد الحرب على الإرهاب. طبعا تقصد بذلك تسنيم.
شكرا جزيلا. انا الحقيقه هاخد من كلام او من التويت الاخيره واسال فضيله الشيخ رائد صلاح، هل فكره الانشغال بالحرب على الارهاب وعلى تنظيم الدوله الاسلاميه وتراجع ما يعرف بثورات الربيع العربي ادى لانشغال الشعوب ايضا عن القضيه الفلسطينيه وعن مقدساتنا الاسلاميه فضيله الشيخ، والى اي مدى سيطول هذا الانشغال من وجهه نظرك؟ بداية أخي الكريم، أود أن أؤكد أننا يعني ننسجم تمام الانسجام مع الرؤية التي تفضل بها فضيلة الشيخ علي واتحاد العالم لعلماء المسلمين، ونحن نرى بهم بإذن الله سند متين لنا جزاهم الله خيرا في دورهم الكبير. الآن حول سؤالك الذي تفضلت به، واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي في بدايات الربيع العربي كان قد وضع محاذير لنفسه في عدوانيته على المسجد الأقصى المبارك، وأعطي مثال على ذلك واضح حتى لا ينسى. في بدايات الربيع العربي عندما كانت بشائر الربيع العربي تسمو في مصر أم الدنيا، حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد هدم ما بقي من جسر المغاربي ليقوم ببنائه وفق خارطته الاحتلالية. وأذكر تماما في حينه الأزهر الشريف لما كان منحازا إلى شعب مصر وإلى ثورة الربيع العربي هدد بمسيرة مليونية في تلك الأيام ردا على تصريحات الاحتلال الإسرائيلي. ماذا كانت النتيجة؟ رأسا تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن ذاك المخطط، لأنه كان يدرك أن هناك متغيرات، خلاصة هذه المتغيرات أن الشعوب العربية بدأت تستعيد إرادتها ودورها وشرعيتها في داخلها وفي الدور الخارجي المناط بها، وتحديدا اتجاه قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا نموذج، ولكن بعد أن تم الانقلاب على الربيع العربي والتآمر على الربيع العربي، واضح جدا أن هذا كان أحد عوامل استشراس الاحتلال الإسرائيلي أشد مما كان عليه اتجاه القدس واتجاه المسجد الأقصى المبارك. وأنا يؤلمني جدا أن أقول، يؤلمني جدا ولعلي متردد أن أقولها ولكن أنا مضطر أن أقولها، المشهد الدموي الذي رآه كل العالم عندما قامت الدبابات بالدوس على حرائر أهلنا في مصر في ميدان رابعة العدوية، لعله هذا أيضا الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بقمع الحرائر في المسجد الأقصى المبارك، لدرجة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي بعضهم ضرب القرآن بقدمه من أمام إحدى المرابطات في المسجد الأقصى، لدرجة أن بعض الجنود قام بخلع الحجاب عن المرابطات في المسجد الأقصى، بعضهم طعن المرابطات في المسجد الأقصى بفوهات البنادق، بعضهم ضربها بحذائه الاحتلالي، قطع الله هذه القدم التي ضربت تلك الحرة. لا شك أن مشاهد الأذى التي وقعت على أهلنا في دائرة الربيع العربي بكل مواقعها أعطت نفس جرعة من الإرهاب، بالإضافة إلى ما كان عليه الاحتلال الإسرائيلي من إرهاب، أعطته جرعة من الدموية بالإضافة إلى ما كان عليه من الدموية ضد المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك. ولكن نحن مع ذلك نؤكد ونقول لسنا يائسين، نحن على يقين أنه لا يصح إلا الصحيح،
الربيع العربي تعثر للتآمر عليه، وسيتجاوز هذه العثرة إن شاء الله. شكرا جزيلا. والأمة المسلمة بشعوبها وعلمائها تتقدم إلى الأمام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله رب العالمين. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ رائد صلاح. نحن منتصرون مع أنفاس الأمة المسلمة، الحركة الإسلامية مع أنفاس شعوبها، مع أنفاس علمائها على الاحتلال الإسرائيلي إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا شيخ رائد، أشكرك شكرا جزيلا الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو مرة أخرى الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء القرداغي. القرداغي عفوا فضيلة الشيخ، لكن دعوتم في بيانكم لهبة عالمية وشعبية يوم 17 من هذا الشهر الجمعة تحديدا، ما الذي تريدونه من هذا اليوم على مستوى الأنظمة المؤسسات المعنية وفي النهاية الشعوب؟ حقيقة احنا عملنا على مستوى الجمعيات التي لدينا في جميع العالم، أرسلنا رسائل وسوف نؤكد على هذه الرسائل لتنظيم مظاهرات سلمية في المساجد وخارج المساجد، وتخصيص خطب الجمعة وجمع التبرعات، وكذلك والضغوط على إن صح التعبير على بعض أولياء الأمور الذين لا يهمهم أمر الأمة. بصراحة هذا ما نطالب به تماما، فكل ذلك ممكن بالإضافة للجانب الإعلامي، ونحن خصصنا لذلك كما لا يخفى لهاشتاج خاص بالأقصى يستغيث. وحقيقة استجاب لنا خلال هذين اليومين استجابة طيبة جدا على مستوى ما كنا نتوقعه بهذا. الأمة فيها خير، الأمة مستعدة كما قلت للتضحية بأنفسها في سبيل الأقصى، لأن الأقصى لها أهمية كبيرة جدا في نفوسنا. فلذلك أنا واثق جدا بأن الأمة الإسلامية ستستجيب لنا، وأن هذا يعني مسألة الأقصى يعتبر مش خط أحمر، أكثر من ذلك، وأنه لا يمكن لإسرائيل أو للدولة دولة المحتلة أن تفعل ما تشاء دون أن نسكت. على أقل تقدير أن يكون كما تفضلت هبة شعبية أو كما أكدنا عليه في البيان. في 30 ثانية لو لك رسالة لمن يستمع إلينا الآن بخصوص هذه القضية فضيلة الدكتور، ماذا تقول؟ أنا أوجه يعني حقيقة رسالتي إلى يعني الأمة الإسلامية، إلى العلماء والشعوب والمفكرين، بأن يقفوا مع هذه القضية، لأن إذا ما وقفنا فسوف نسأل عنها. وأوجه رسالتي كذلك إلى الحكام بأنهم إذا ما وقفوا مع هذه القضية فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم، بل أقول إذا صمتوا أو إذا تركوا فإن ذلك يعتبر خيانة عظمى في حق الأقصى وفي حق هذه الأمة. وأوجه رسالتي مرة أخرى للشعوب بأن تتكاتف، وأنه ليس لا يمكن أن ننتصر في ظل الدكتاتورية، ولذلك ما يبذل من الدماء في مصر هذا أنا في اعتقادي جزء من التضحية للوصول إلى تحرير الأقصى والقدس، وكذلك في اليمن وكذلك في سوريا، فالحرية هي طريقنا إن شاء الله إلى ذلك. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن شاء الله كنت نطقت الاسم بشكل صحيح. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. مشاهدينا عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. أزمة الوقود تضرب مجدداً عدداً من المحافظات، والصعيد كعادته يتحمل النصيب الأكبر منها.